يعطيك العافية. أنا محمد بني خالد، أشتغل مع الأطفال. طبعاً إحنا نشتغل على عمالة الأطفال بشكل عام. عمالة الأطفال هاي الأطفال ما بيروح على المدارس كثير، بيشتغلوا ساعات كثير. فإحنا عملنا مبادرة وعملنا يعني كشغل رسمي عندنا نقلل من عدد ساعات الشغل اللي هم يشتغلوا بها. نطبق برامج معهم تعليمية وبرامج مختلفة. طبعاً شكلنا من الأطفال نفسهم جروب، يعني مجموعة نادي طفل. نادي الطفل هذا يشتغل على الأطفال اللي ما بيجوا علينا واللي مش راضين يتقبلوا. تمام؟ الأطفال نفسهم دمجوا الأطفال اللي ما بيجوا علينا واكتسبناهم. وأتمنى منكم إنه تعملوا نادي طفل منه يدمجوا الأطفال اللي ما بيستقبلوكم، وكمان تحاولوا إنه تكسبوا رضا الأطفال الثانية. يعطيك العافية.